وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم اختصارات مهمة لإدراج الوقت والتاريخ بشكل سريع. حتى ندرج التاريخ بشكل سريع طبعا نضغط في أي مكان نريد ندرج التاريخ فيه، وطبعا نضغط على الاختصارات Alt Shift مع حرف D. Alt Shift مع D راح يضاف التاريخ بشكل مباشر، طبعا يضاف تاريخ اليوم حسب التاريخ الموجود بالحاسوب. فيما يخص الوقت يفضل أنه نغير إلى اللغة الإنجليزية، ونضغط على الاختصارات Alt Shift مع حرف T اللي هو اختصار Time. طبعا اختصارات مهمة ممكن نضيف بها الوقت والتاريخ بشكل سهل ومباشر.